أرادت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان أن تمنح المرضى أملاً وأن تكسبهم تعاطفاً، فلم تجد أفضل من طفلة تكتب الشعر وتحكي جيداً، فكانت تلك هي سونيا، خير نموذج وأفضل قصة. فقالت الكثير عن ما تعانيه، وتحدثت عن الآلام التي تواجهها والمعاناة التي تعيش معها كل يوم. حدث ذلك مطلع العام الجاري حين أنتجت المؤسسة فيلماً عن سونيا المصابة بالسرطان، وبينما كانت الصغيرة تتحدث وتمنح غيرها الإرادة والصبر، كانت خلايا جسدها تتعرض لمزيد من الإنهاك، وكان الدواء يشح والبلاد تذهب بعيدا عن المرضى وتتركهم لمصيرهم. وصباح الاثنين العاشر من أكتوبر كانت ذات المؤسسة تتلقى نبأ وفاة النموذج الذي اختارته. توفيت سونيا. سكتت عن الحديث نهائيا، تركت خلفها المئات من المرضى الذين يتعلموا الصبر لكنهم لم يجيدوه، ينسحبون من الحياة تدريجيا فيما المشافي تتخلى عنهم بذات الطريقة. ذهبت سونيا، لكن المرض لم يذهب، ما زال قائما يخطف المزيد من زملائها ممن تمنت لهم الشفاء وكتبت أسماءهم في قصائدها وفي قصصها القصيرة ومشوارها الطويل مع القاتل الصامت.